ناد فرنسي يتوصل إلى اتفاق نهائي مع ليفربول لضم مينامينو. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد. أكدت تقارير صحفية مختلفة منذ قليل توصل ناد فرنسي إلى اتفاق مع ليفربول الإنجليزي بشأن الحصول على خدمة اللاعب تاكومي مينامينو في موسم الانتقالات الصيفي الحالي. وارتبط اللاعب الياباني بخطوة الرحيل عن ليفربول هذا الصيف من أجل الحصول على فرصة لعب منتظمة مع فريق آخر، وهو الأمر الذي لم يجده في الإنفلد. وتواجد مينامينو على رادار العديد من الأندية مؤخرا مثل أتلانتا، ليون، ليدز يونايتد، ساوثهامبتون وليفرهامبتون، إلى جانب نادي موناكو. وحسب ما ذكرت شبكة فوت ميركاتو وسكاي سبورتس وذا أتلتيك والصحفي الشهير رومانو، فإن موناكو هو من حسب صفقة مينامينو بنجاح في النهاية. وأوضحت التقارير أن الناديين توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال مينامينو إلى الفريق الفرنسي مقابل رسوم تقدر ب 15 مليون يورو إلى جانب 3 ملايين يورو كمبلغ إضافي. وأشارت إلى أن مينامينو سيوقع عقدا مع موناكو سيكون ساريا حتى 2027. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.